القاهرة العاصمة ميرنا عادل، أهلا بك ميرنا. وفي هذا التوقيت تحديدا كيف تسير، أو كيف ربما هل ارتفعت الإقبال أو نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، خاصة احنا قربنا على انتهاء من دوام العمل الرسمي؟ اهلا وسهلا حسام، بالفعل نتابع معكم سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات بمصر. ولو نتحدث اكثر عن سير العملية الانتخابية فيمكن ان خير من يجيب عن سير العملية الانتخابية في هذه اللجنة التي اتواجد بها منذ الصباح سيادة المستشار شريف عز العرب، مستشار اللجنة الموجودة بالجامعة العمالية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وفي البداية نتحدث اجمالا كيف كانت سير العملية الانتخابية طوال الأيام الفائتة واليوم أيضا؟ وبالنسبة لسير العملية الانتخابية خلال اليومين اللي فاتوا ماشي بشكل منتظم وكويس جدا حتى الآن، ومفيش أي معوقات الحمد لله. تمام، فنتحدث أيضا عن قنوات التواصل ما بين هذه اللجنة والهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا اللجان العامة. بالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات متابعانا بشكل دائم لو في أي مشاكل، والحمد لله حتى الآن ما فيش أي مشاكل. لو في أي حاجة إحنا بنبلغهم على طول، وبنبلغ كمان اللجنة العامة نتابع ليها اللجنة الفرعية. لو نتحدث كيف ترى الإقبال في الثلاث أيام الفائتة، يعني لو هناك تقييم لحجم الإقبال حتى الآن على صناديق الاقتراع في هذه اللجنة التي أشرفت عليها طوال الأيام الفائتة؟ الإقبال بشكل مناسب جدا، لكن بالنسبة للأعداد مع الهيئة الوطنية للانتخابات. لو نتحدث أيضا يعني منذ أو تواجدي هنا، هذه اللجنة متخصصة للوافدين من مختلف المحافظات، يعني كانت هناك شكوى من قبل بعض الوافدين أنهم لا يتم سماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، ربما بهذه ما يعني ما سبب هذه المشكلة وكيف تعاملتم معها؟ هو ما فيش أي مشاكل. وبالنسبة للمشكلة الوحيدة إن بعض الوافدين لم يقوموا بتسجيل موطنهم الانتخابي، وبالتالي لم تدرج أسمائهم في الكشوف اللي عندنا في اللجنة الفرعية، وليس موطنهم وليس محل إقامتهم، وبالتالي أسماءهم موجودة في كل بلد لموطنهم محل إقامتهم. بالنسبة للمدارس الخاصة بيهم هناك أسماءهم موجودة هناك. يعني منذ أن تواجدت هنا منذ صباح اليوم رصدت وجود بعض منظمات المجتمع المدني إن كانت المحلية أو الدولية تقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية، لو نتحدث كيف وفرتم لهذه المنظمات المناخ المناسب لأن تقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية بالقواعد التي حددتها لهم سلفا الهيئة الوطنية للانتخابات؟ هو الهيئة الوطنية للانتخابات مدينهم الوسائل وكافة الطرق اللي يقدروا من خلالها ان هم يتابعوا سير العمليه الانتخابيه، واحنا بنقوم بتسهيل كافه الوسائل والطرق اللي بتساعدهم على ذلك. شكرا جزيلا معالي المستشار شريف عز العرب، كنت معنا على الهواء مباشره. يعني هذا كان حواري مع السيد شريف الذي حدثنا عن سير العمليه الانتخابيه هنا بهذه اللجنه المتواجده بالجامعه العماليه على مدار ثلاثه ايام العمل على قدم وساق لان تكون العمليه الانتخابيه بالمنظر الذي يتناسب والسمعه الديمقراطيه لمصر. واعود اليك حسام. شكرا لك ميرنا، وايضا